طيب يا اخوانا، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صفته محمد بن عبد الله. تقبل الله منا ومنكم الصالحات من الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في الحسنات ويضمد جراح أهلنا في الجزيرة الذين أصابتهم يد الغدر والخيانة بأيدي المتمردين والمرتزقة ومن عاونهم من القوى المحلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرفع عنهم هذا الضيم إن شاء الله. ونحن يعني في هذه الساعات ندعو كل القوى المقاتلة، القوات المسلحة، كل القوى التي تقاتل معها في هذه الصفوف إلى تسيير النجدة لأهلنا في الجزيرة. نحن ندرك أن هذه حرب، وأن الحرب يعني وقحة ولها ما لها من فواتير، ولكن يجب أن تخفف هذه الآلام على أهلنا يعني حتى يخرجوا من هذا الأزل الجسيم إن شاء الله. دي دعوة للجميع إنه الناس يجيشوا مقاومة شعبية وقوات مسلحة، قوات خاصة، قوات العمل الخاص، وكل القوات التي تقاتل إن شاء الله تصوب صوب الجزيرة في إطار خطة القوات المسلحة لإنقاذ أهلنا هناك يعني، ولدحر هذه الميليشيا المتمردة إن شاء الله يعني. نحن ندرك الإعداد الجيد للقوات المسلحة الآن للمتحركات، وندرك المتحركات التي تجهز والقوة التي تجهز والخطة التي توضع، ولكن نريد أن تستعجل هذه حتى يعني تبعد الأذى إن شاء الله عن أهلنا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي دار أقول يا جماعة، نحن في إطار الوعي العام لاستكمال معركة الكرامة الوطنية عشان نستكملها مع بعض واستكملها كويس، يجب أنه الناس يثقوا بربهم وبإرادة شعبهم وبقدرة جيشهم إن شاء الله، ويسددوا ويقاربوا في إطار المعقول يعني الذي يعني لا يفت العدد ولا يعني يرمي الأحمال على القوات المسلحة ولا يضغط عليها بالضغط الذي يجعلها تنفلت منها إرادتها حتى تخرج من إطار الفعل المؤثر يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا دار أقول الكلام حول من جدة والمنامة والقاهرة، أول حاجة ده بيبين للعالم أن العقل الذي يحكم الآن القوات المسلحة التي تسيطر هي تعمل في كل الاتجاهات، تعمل في اتجاه الحرب ومعالجة أوضاع الحرب، وتعمل في اتجاه الدولة وتسيير أعمال الدولة، وتعمل كذلك في اتجاه إدارة الحوار مع العالم، لأنه نحن ما في جزيرة معزولة إن شاء الله. وأنا بس دائما نقول للناس الفوارق من جدة للآن يعني، إحنا القوات المسلحة من دخلت جدة ومع الميليشيا المتمردة بدعوة الأمريكية والسعودية، والناس كانوا متخوفين جدا في لحظتها انه ما يعني ما حقق من نصر وحققته القوات المسلحة بضرب المقدرات الأساسية لهذه الميليشيا المتمردة، وإفجاع الوكيل الإماراتي فيها، وكذلك إفجاع قحط في مشروعه، المسألة دي خلتهم يسرعوا جدا لأنهم يمشوا للقاهرة في دعوة أمريكية سعودية. نحن كنا نعيب على السعودية، لا نعيب على أمريكا، نعيب على السعودية التي يعني رفضناها بخيرة أبنائنا وفلزات كبدنا الذين يدافعون عن أرض الحرمين وكانوا يقاتلون إلى جنبها، كنا نعيب عليها هذا الموقف الضبابي في ظل هذه الحرب الوجودية بالنسبة للشعب السوداني. لكن الناس مشوا لجدة، وجدة كان سقف الميليشيات فيها عالي جدا جدا، والكفيل حقهم وغحت كان أمالهم وطموحاتهم كبيرة في إنه يمشوا الناس ديل بعد الضربة اللي تلقاها من القوات المسلحة يحققوا نصر على مستوى المفاوضات بالضغط على المؤسسة العسكرية والضغط على البرهان وإخوانه. ولما مشوا الناس جدة كان مفاوضات القوات المسلحة، لأنه قحط كان بتسحس للميليشيا عن استجمام إنها تستجم شوية، تستجمع قوتها، ومما تلقت من صدمات وضربات، وبعدها تعاود المعركة بأشرس ما يكون. لقاحت كان بتبحث، وكفيلة والناس معها وإيمان السعودية كان بيبحثوا للميليشيا عن هذا الموضع يعني عشان على الأقل يسترخوا شوية. وكانت القوات المسلحة تبحث عن خروج هؤلاء المتمردين من الأعيان يعني من بيوت الناس ومن مرافق المياه والصحة والتعليم التي عطلت الحياة،
كانت القوات المسلحة تبعت فقط عن هذا المعنى. طيب ما وصلت له القوات المسلحة إن هي بحنكة ودراية عبر مفاوض إنها قدرت حققت نصر كبير جدا في إنه هذه الميليشيا المتوردة وقعت على خروج من الأعيان المدنية. وهذا يبين في الأول اعتراف هذه الميليشيا التي لا يستطيع أن تنكره في أي محفل ولا جحفل ولا في إعلام ولو تفوه المتفوهين، لا تستطيع أن تنكر أن الاتفاق الدامغ الذي تم في جدة دمغ هذه الميليشيا بما اعترفت به أنها توجد داخل الأعيان المدنية اللي هي ممنوعة شرعا ومحرمة عن طريق القوانين الدولية. الأمر الثاني، هي وقعت على نفسها الخروج ولم تخرج، لأن الخروج يعني فناء هذه الميليشيا المتمردة، وده الشغل القوات المسلحة. القوات المسلحة عارفة إنه الناس ديل يعني في معسكرات الجيش ما مسوا معسكرات كثيرة ولا استطاعوا إنه يواجهوا المؤسسة العسكرية في مغارة رئيسية ولا في القضايا الاستراتيجية. بالعكس، المؤسسات اللي كانت قاعدة فيها هذه الميليشيا المتمردة واللي كانت مستأمنة عليها من قبل القوات المسلحة في لحظة إنه كانت الحكاية دي هي جزء من القوات المسلحة، كانت مستأمنة على هذه المناطق، لكن ما حصل لها، يعني ما حصل احتلت منطقة، بالعكس هي بس قعدت غدرت بالذين معها في هذه المؤسسات وخانت العهد الذي بينهم وبين القوات المسلحة وضربت وتعدت على الناس الآمنين الذين أعطوها ظهرها فضربتهم في ظهرهم. ده الكلام اللي كان حاصل. الكلام ده يا جماعة من أول يوم حصل الناس طلعوا من جدة، جدة فشلت. ليه؟ لأنه بقى الكارثة شايلها القوات المسلحة عصى على الأمريكان وعلى على على السعوديين وعلى قحط وعلى الدعم السريع إن هي وقعت على الخروج من الأعيان المدنية. خلاص مجرد ما يدعوهم لجدة يمشي جدة، يقعدوا السلام عليكم وعليكم السلام، هذا إن نتفاوض فيه شنو؟ نتفاوض في إطار الحرب والسلم، والله نحن بس دارين ناس دارين يمرقوا من الأعيان المدنية، ما أكثر من كده. ده مش الوقت، أنتوا هاي بس نفذوا اللي اتفقنا عليه. وفشلت أمريكا في إلزام هذه الميليشيا لأن نيتها ما كانت تلزمها. كلام القريتو من المبعوث الأمريكي بتعرفوا إن أمريكا ما كانت تريد سلما ولا تريد إيقاف الحرب ولا تريد تطبيق الجراح ولا سلم السودان ولا غيره ولا الدول معها، كانت بتريد الحكاية. طيب الناس دي فشلوا، سعوديين على أمريكان على غيرهم في إنه يقنعوا الميليشيا إنها تطلع من الأعيان المدنية، والميليشيا عارفة إنه فناها في يوم خروج من الأعيان المدنية. يوم تطلع للشارع لمعسكرات ولا تمشي تواجه جيش عدة الموضوع ده انتهى، لكن اختلوت ببيت الناس ويعني بمحل الموية ومحل الكهرباء المناطق الحيوية التي تتحفظ القوات المسلحة على ضربها. يعني كما قال القائد العام، نحن نحارب بالإبرة تحسبا لهذه الأشياء. جدة فشلت، وجدة كانت في مناخ كويس، كانت في مناخ الميليشيا شايفة نبيذ صحيح، يعني ضربت ضربات كبيرة لكن لسه يعني محتفظة بقوتها ولسه محتفظة بإمكانات بعض الإمكانات ولسه الداعم قادر يدفع ولسه العالم قادر يسكت على جرائمها وكده. يعني ده كانت موضع في موضع كويس، ولسه قحط كانت بتدافع عنها وكانت بتتبنى خيار إنه الطرفين والبندقتين والرجلين والكده واللغة اللي انتوا سمعتوها زمان اللي سمعتوها من قحط. فقحط كانت في موضع، يعني الميليشيا كانت في موضع كويس لما مشت جدة. وبعد ذاك حصل الموضوع استمر طويل، جاءت المنامة. وعشان تشوفوا الانحسار بتاع الميليشيا وعشان تشوفوا التناقص وعشان تشوفوا تراجع الكفيل وتراجع قحطي نفسها، تعالوا شوفوا المنامة حصل فيها شنو. لما دعا الناس للمفاوضات في المنامة دعت ليها أول حاجة مفاوضات سرية ما معلنة، مفاوضات ذاتها سرية، لأنه خلاص يعني هم ما عندهم جدار يدعو الدولة لأنها تيجي تفاوض الدعم السريع. بعدين الناس اللي مشوا يفاوضوا في المنامة مشت مفاوضات سرية، يعني تواصلات، ما بيعنى المفاوضات بوفود وكده، لكن بتواصلات سرية بأولية سموها الحاجات الأولية الكونتاك الأولي ده. لما مشوا اتلاقوا في المنامة قاموا ديك طرحوا شنو؟ الأمارات ظهرت هنا، قامت طرحت قالت والله أنا بدفع 40 مليار دولار. الامارات قالت انا بدفع 40 مليار دولار، الامارات اللي قالت انا ما بعترف دي بتدفع لنا 40 مليار دولار، دي حسنه، دي صدقه، دي منه، دي شنو؟ اللي بتدفع الامارات. الحاجه الثانيه
قالت انا دايره الدعم السريع يدمج في القوات المسلحه، لكن يدفع فرقه شويه. قبل ما كان الدعم السريع يستلم، الدعم السريع جاي عشان يستلم السلطه في بضع ساعات، فشل في انه يستلم السلطه في بضع ساعات. عملوا جد عشان يدوه هدنه شويه عشان يعيد قوته، ما استطاع انه يعيد قوته ولا استطاع ثاني يرجع الميدان. جو المنامه قالوا لا نحن حندمج في القوات المسلحه، لكن ادوه فرقه شويه يعني زيدوا الشهور شويه، بدل يبقى مثلا في سنتين او في سنه، لا ادونا مثلا 5 سنه عشان الحكايه تندمج وتبقى كده وتبقى كده وتبقى كده. الحاجه الثانيه الثالثه قالوا انه يحصل تمثيل نسبي، يعني يحصل تمثيل رمزي للدعم السريع في المؤسسه العسكريه، يعني في رئاسه هيئه الاركان او سميها في القياده العامه يحصل له تمثيل بسيط، يعني يجيبوا له نفر يكون خاطين له رمز كده عشان ما يشعروا انه انهزموا. الكلام ده كله بيعملوا الاماراتيين لشنو؟ اول حاجه الامارات لانها دايره تطلع من الحرب، فخلاص الحرب دي صنفت انه الامارات هي الداعم الاول والاخير لهذه الميليشيا، ودمغت عالميا بالتقارير العالميه، كان سواء قنوات عالميه او صحف عالميه او امريكا ذاتها او بريطانيا نفسها او التقارير الالمانيه، كلها دمغتها في انها هي المؤجج الاول والاخير لهذه الحرب، دمغتها. بعدين نازل ما دمغوها لانهم بعيدين منا ولا لانهم ما جزء من الحرب، لكن هو ذي البلده يعني، ذي البلده ما سفها، ذي بيدفعوا بهبل، بيدفعوا للميليشيا ويدفعوا لغيرها بهبل. وبعدين الناس دي من يسووها يعملوها سواها ولا يخاف عقباها، الامريكان وغيرهم والاوروبيين بيرموها فوقك، بيرموا المشكله فوقك انت. وده الكلام اللي ما عارفينه الاماراتيين، الاماراتيين بيدفعوا، دمروا ليبيا، دفعوا دمروا اليمن، دفعوا دمروا السودان، دفعوا دمروا سوريا، دفعوا دمروا دوحه، والان بيدفعوا في الفواتير. والان بيدفعوا في الفواتير، والسودان ده ما بقى لهم زي اليمن ولا بقى لهم زي ليبيا ولا بقى لهم كده، السودان ده الان استحقاقه المباشر معاهم راجيهم. اعلن موقف منه كلام عنه ياسر العطا مباشر، اعلنته القياده السياسيه مباشر، اعلنته الامم المتحده، اعلنته بريطانيا، امريكا، التقارير، CIA اعلنته، الاندبندنت، الواشنطن بوست، كل العالم الان، كل التقارير، حقوق الانسان غيرها، اعلنت تورط الامارات في دعم هذه الميليشيا والسند الاول والاخير بالنسبه لهذه الميليشيا. عشان كده الامارات الان متدخله، دايره تدفع 40 مليار دولار في المنامه. 40 مليار دولار دي ليه منو؟ دي دائرة حلة شارع العمل تفي شنو؟ البشر الأذى النفسي، أذى المؤسسات، شنو يعني؟ يعني انتوا دايرين تعوضونا عن شنو يعني؟ دايرين تعوضونا عن شنو؟ والحساب ولد، احنا قاعدين نقول للأمارات الحساب ولد، والحساب يوم ما جاء، الحساب مع الأمارات مع تشاد مع النيجر يوم ما جاء، احنا الآن بنخلص في هذه البلاد من هذا الغزو الداخلي، لكن ده كله بيجي يوم. لكن الحدث في المنامة انه الأمارات جات بدون حياة قالت تدفع 40 مليار دولار، وجات الأمارات قالت يبعدوا يخشوا يدخلوا الدعم السريع بتمثيل معقول في مجلس العسكري، ويدمجوا الدعم السريع في الجيش بسنين معقولة. شوفوا الكلام كيف، شوفوا الكلام كيف، وشروط ثانية أخرى تافهة لا تعنينا الآن في شيء، لكن دي الحاجات الرئيسية اللي اتعملت في المنام. عام احنا اتنقلنا من جدة، اتنقلنا للمنامة من جدة، اتنقلنا لفرعنا من فرعنا واستئساد، وانه يبقوا الحال على ما هو عليه، وارتكازاتهم قاعدة وقاعدين في بيوت الناس زي ما قال ياسر عرمان، وزي ما قال محمد جلال هاشم، يعني ما سوري مش محمد جلال هاشم، زي ما قال يعني النور حمد، وزي ما قالت مريم الصادق، وزي ما قالت رباح الصادق وبنت الصادق، وكلهم قالوا والله بيوت الناس دي جزء من التفاوض، بيوت الناس جزء من التفاوض، وما في دول بيدخل بيوت يطلع ساكت، ودي حريب، يعني الناس دايرين نقول لكم كذا كذا يا جماعه. ليه؟ لانه الزمن ده كانوا مستعسدين، الان جو في المنامه قالوا يمرقوا ويندمجوا ويتعوض السودان ب 40 مليار دولار، ويمثلوا تمثيل نسبي في الموضوع، وزي ما قلت لكم شروط ثانيه جانبيه ما عندها، لكن دي الحاجات الرئيسيه. طيب الان فشلت المنامة، منامة قالت كلامه كده، القوات المسلحة إعلان الرئيسي في قيادتها قالت كلام واضح، قالت لا بديل للقوات المسلحة إلا القوات المسلحة، ما في حاجة، وليس هناك جيشين، وليس هناك جيش رديف، ما عندنا أي جيش رديف، ما عندنا جيش رديف، دعم سريع على غيره وعلى غيره جوا هنا ده، ما عندنا جيش رديف، داير تقيف مع البلد،
حركات مسلحة الآن بتكاتل في الصف عن القوات المسلحة. ده تتمرد تجد درج في الجيش ده وتتكتل. شفت كيف؟ معارك عسكرية قوة بس جيش داير تندمج تجد تتركب هنا تخش جوا بعد ده الدمج ذاته هل هو مقبول ولا ما مقبول؟ كيف انا ادمج جاي مجرمين ولقوا في دماء الناس وفي اعراض الناس وفي بيوت الناس ويقتلوا ويضبحوا في الغرى ويشتتوا ويشيلوا في الذهب ويشيلوا ينهبوا كيف ده انا ادمجوا في القوات المسلحه وتستامن عليهم والجيش الشعبي يديهم ظهر ولا يديهم تأييد ولا يديهم منحه ولا كده؟ ده كلام منتهي. لكن الدائرة أقول لكم الناس دي من بعد الجدة بفرعنتها وبقطرستها انتهوا إلى المنامة بدفوعاتها وبقروشها وتعويضاتها وبدمجها وتمثيلها. الآن انتهوا إلى القاهرة والقاهرة شنو؟ القاهرة دي جايين يبحثوا عن مخرج بس مخرج قالوا بس ده الكلام اللي قاله الأمريكي دارين على اللي قال الناس دي لا يمكن فرضهم. قال قحطي دي لا يمكن فرضها ولا يمكن تسويقها والدعم السريع انتهى. الدعم السريع خلاص باي باي انتهى. والامارات جاءت تبحث عن حلول. قال انا قريت يعني نكست وهزيمة الدعم السريع في عيون الاماراتيين. ده المبعوث الامريكي قريت ما قرأوا في حتة تانية ما قرأوا في حميتي ولا اهله ولا كده. قرأوا في عيون الاماراتيين لانهم اصحاب المشروع الاساسي. وهو دين الكفرة حقينهم جاي عشان ينقذوهم عشان بعد ذاك يبقى التعويض. السودان ما طالب تعويض مالي لان الموضوع تم اهداره ما موضوع مالي تم اهداره. ده يسهق شعب ده تعدي على دولة واسمع دولة صنعت الامارات كتبت دستورة وبنتها وحولتها من غيعان ومن تيجان وحولتها من صحاري حولتها الى هذا الشكل الذي تنعم به الامارات. والامارات هي تتعدى على السودان. شاكده الكلام واضح يا جماعه. الان يا جماعه الكلام اللي قروه في القاهره ويتحدثوا عنه هو حديث ما بعد الدعم السريع. ما بعد الدعم السريع لحاجتين للامارات تطلع بشرفها بحيث انه ما تلاحق دوليا. وقحط تلقى لها موطي غدا في السياسة وباي باي. لا ده بيلقى. فالدهر يقول أنا الكلام يا جماعة يجب أنه نحن نثق في قيادة القوات المسلحة. صحيح ممكن ندعوها إلى زيادة المعيار وندعوها إلى تحسس الأوضاع وندعوها إلى أن تزيد أو تنقص، ولكن يجب أن نثق لأن هذه القيادة تدير هذه المعارك في هذه الميادين المتعددة. ميدان السياسة تدير فيه معركتها، ميدان التفاوض تدير فيه معركتها، إدارة الدولة تدير فيه معركتها، وإدارة الحرب تدير فيه معركتها يا جماعة. فيجب أنه يا جماعة نحن نوفر السند الروحي والمعنوي ونوفر الدعم المادي والدعم بالأنفس في إطار المقاومة الشعبية. نحن يا جماعة بالواضح الدارين نقوله نحن يا جماعة الجيش يعني قدم ولم يستبقي. الجيش قدم ولم يستبقي، قدم كبار ضباطه وقادته ولم يستبقي، وقدم ما عنده من فلذات الأكباد، وقدمت القوات المساندة كلها ما عندها من فلذات الأكباد ومن خيرة الأبناء. نحن جماعة الدليل نقول ما بعد قدمناه في المقاومة الشعبية احنا والله ما خايفين على البلد في حاجة. بعد المقاومة الشعبية دي ما خايفين على البلد في حاجة يا جماعة، ما خايفين من زول كله لا داخلي ولا خارجي. تكونوا فاهمين الكلام ده عشان ما الناس يجي يستقف ممكن يحصل ولا ممكن يحصل. والكلام انا بؤكد على الكلام ده يا جماعه، قياده القوات المسلحه جاءتها فرص كثيره في المنامه وفي جده وفي القاهره وفي غيرها، وكان ممكن تقبل باصاف الحلول، كان ممكن تقبل باصاف المواقف، كان ممكن تقبل بالحلول الجزئيه، لكن يا جماعه بناء على مسؤوليتها الاخلاقيه، وبناء على مسؤوليتها العسكريه، وبناء على قراءتها للميدان، القوات المسلحه الان تتقدم في الاتجاه الصحيح. فيجب ان نصبح سند لهذه القوات المسلحه حتى تنجز ما وعدت شعبها. البوار والهزيمه للميليشيا المتمرده التي استعانت بكل صعلوك، والبوار والهزيمه لكل هؤلاء القحاطه الذين وقفوا وسندوا بالاعلام وسكتوا عن الجرائم. قتلت هذه الفكره واصبحوا يبحثون عن مكاسبهم وكراسيهم فوق جماجم الناس وفوق دمائهم. الخزي والعار لهم، والهزيمه القادمه للامارات
وللدويلات التي غزت السودان التي كانت تصطدعم من أطراف يعني حوارينا، كانت تصطدعم من أطراف حوارينا، وكنا نغاسمها زادنا دون كد ولا ضجر ولا ملل، ولكنهم يعني مكروا بنا وكفروا بهذا الذي قدمه الشعب السوداني لهم. القد والمستقبل إن شاء الله للسودان، والقد والمستقبل لشعب السودان، والقد والمستقبل لجيش السودان، والقد والمستقبل إن شاء الله المشرق للإسلام في هذا البلد، فوق ذلك كله للإسلام في هذا البلد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا داير أقول للناس بعد المقاومة الشعبية، وأكد بعد المقاومة الشعبية نحن ما أصبحنا لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كلام ده كله قدامنا يا جماعة، نحن غير نخاف من الله نعصي أو نتجاوز أو نجور أو نعمل، يجينا غضب من الله ما خايفين من حاجة ثانية، على مستوى الأرض ما خايفين من حاجة ثانية. حتى الملتقى من جديد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأنا اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.